لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الحرة، التحالف الدولي: سقوط صاروخ بالقرب من مركز بغداد للدعم الدبلوماسي. في الشرق الأوسط، اتفاق عراقي أمريكي على إعادة انتشار قوات التحالف الدولي. في العربي الجديد، مرصد حقوقي يلوح بملاحقة مسؤولين عراقيين إثر مقاطع تظهر إعدام مدنيين على يد ميليشيات. في صحيفة الاتحاد الإماراتية، 5 قتلى من البيشمركة بهجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق. في صحيفة المدى، إنفلونزا الطيور تضرب البصرة وتهدد 6000 حقل دواجن في عموم المحافظات. في القدس العربي، مقتل 17 شخصا بقصف حوثي استهدف محطة وقود في مدينة مأرب. وفي الخليج الإماراتية، لبنان الحريري يطالب الحكومة بإنقاذ المحكمة الدولية الخاصة. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الزمان، حيث كتب عبد الستار رمضان مقالا عن مأساة المغيبين قسريا، حيث يرى أن من حق المفقودين أو أيا كانت التسمية التي تطلق عليهم، مغيبين، مختطفين، موقوفين، محتجزين، ومن حق عوائلهم وأقاربهم ومحبيهم، بل ومن حق الإنسانية أن نكتب ونرفع الصوت عاليا، ليس من أجل الذين فقدوا فقط، بل من أجلنا نحن الباقون، من أجل مستقبل أولادنا ومجتمعنا الذي نود ألا تتكرر فيه مثل تلك الحوادث والمآسي. من الحق الذي تؤكد عليه كل الشرائع والأديان والمعتقدات السماوية والأرضية أن نكتب ونردد وننقل معاناة هؤلاء الناس الذين لم يعد أحد يذكرهم سوى بالأرقام، والتي قد تزداد أو تنقص تبعاً لوجدان وضمير الناقل للخبر والمنقول عنه وما بينهما من ظروف وأحوال. ولا يوجد أفظع وأقسى مما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الصادر يوم 3 حزيران بمناسبة حلول الذكرى 5 للاختفاء القسري لما لا يقل عن 643 من الرجال والصبيان العراقيين الفارين من منطقة السجلاوية على أيدي الميليشيات خلال العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة من أيدي تنظيم داعش. منذ 5 سنوات تعيش عائلات هؤلاء الرجال والصبيان في عذاب ولا تعرف مصير أحبائها أو ما إذا كانوا على قيد الحياة، فقد انتزع الصبيان الصغار من أحضان آبائهم وأمهاتهم وتمزق شمل أسر بأكملها، ومن حق هذه العائلات أن تعرف ما حدث لأحبائها، فمن حقها أن ترى نهاية لمعاناتها. وحتى الآن لم تصرح السلطات العراقية علنا قط عن نتيجة التحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات التي ارتكبت في أثناء عملية استعادة الفلوجة، تاركة الأسر في حالة مستديمة من عدم اليقين. الكاتب يرى أن من واجب السلطات الحكومية وضع حد لهذا العذاب والكشف عن مصير وأماكن وجود أولئك الذين أخفوا قسرياً على أيدي الميليشيات، كما يجب على السلطات الإفصاح علناً عن نتائج تحقيقاتها الرسمية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ميليشيات موالية لإيران في العراق شنت خلال الشهرين الماضيين 3 هجمات في الأقل بطائرات ملغمة على قواعد عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات خاصة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن طهران تستخدم فصائل مسلحة في العراق للضغط على واشنطن وقوى عالمية أخرى للتفاوض على تخفيف العقوبات. المسؤولون قالوا للصحيفة إن عدم تبني أي جهات ضربات استهدفت قواعد عسكرية يوجد فيها جنود أمريكيون بطائرات مسيرة مؤشر على وقوف إيران وراءها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالأمن القومي العراقي تقديره أن تزايد معاناة إيران اقتصاديا من جراء العقوبات ترفع وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة في العراق. فخلال الشهرين الماضيين استخدمت طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات 3 مرات في الأقل في الهجمات، إذ استهدفت قواعد عسكرية يوجد بها أمريكيون. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الأول استهدف قبل منتصف ليل 13 على 14 من نيسان الماضي مخيما تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مطار أربيل. وأكد 3 مسؤولين أمريكيين للصحيفة العثور على أجزاء من حطام كل الطائرات المسيرة تلك، قائلين إن التحليل الأولي كشف أنها إيرانية الصنع وتعتمد على تكنولوجيات منتجة في إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران التي أضعفتها سنوات من العقوبات الاقتصادية القاسية تستخدم الميليشيات التي تعمل بالوكالة في العراق لتكثيف الضغط على الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للتفاوض على تخفيف تلك العقوبات كجزء من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون إن إيران صممت هجمات الطائرات من دون طيار لتقليل الخسائر التي قد تدفع الولايات المتحدة إلى الانتقام. وذكرت الصحيفة في تصريح لقائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي لوكالة أسوشيتد بريس الشهر الماضي أن الطائرات من دون طيار تشكل تهديدا خطيرا، وأن الجيش كان يسارع إلى ابتكار طرق لمكافحتها. مع اقتراب ذكرى تشكيل ميليشيا الحشد في العراق عام 2014، تنتشر بين العراقيين مخاوف من نوايا مبيتة للدولة العميقة من أجل تنفيذ سيناريو للسيطرة على السلطة وإسقاط الحكومة، وصولاً لإلغاء الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل وإجهاض المطالب الشعبية بالإصلاح والتغيير. صحيفة القدس العربي تتساءل في تقرير لها: هل يتكرر سيناريو الحوثيين وحزب الله اللبناني في العراق؟ رغم مرور أيام على أزمة محاصرة بعض فصائل الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء على خلفية اعتقال أحد قادة الحشد، إلا أن تداعياتها الخطيرة ما زالت تتفاعل في المشهد العراقي وتثير قلقاً متنامياً بالتزامن مع الحديث عن استعدادات لاستعراض عسكري لفصائل الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى تشكيله في 13 من حزيران عام 2014. حادثة اختراق الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء أثارت جملة مخاوف وتساؤلات عن الأهداف التي يراد تحقيقها من وراء هذه التحديات، وخاصة مع احتمال اندلاع نزاع مسلح بين القوات الحكومية وفصائل في الحشد. واللافت في النزاع هو أن تحرك بعض الفصائل وأحزاب السلطة كان يبدو منظما ومعدا سلفا، وله أهداف تتجاوز قضية اعتقال أحد قادة الحشد. ولذا فإن نزول الفصائل للشارع والحملة الواسعة من الانتقادات والاتهامات والتهديدات لحكومة الكاظمي أثارت مخاوف من أن بعض الفصائل المسلحة تستغل أي مناسبة لتأكيد هيمنتها على الدولة ومحاولة ترسيخ فكرة وجود قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية، وهي مرحلة قد تليها مراحل تنتهي بفرض الهيمنة على الدولة في تكرار لسيناريو سيطرة الحوثيين على اليمن وسيناريو حزب الله في لبنان، وما يعزز المخاوف من أن مؤلف السيناريو في البلدان الثلاثة واحد، وأن أدوات تنفيذه متشابهة باختلاف المسميات. الصحيفة تضيف أن الخروقات الأمنية المتكررة للميليشيات تعكس وجود صراع محتدم بين جناحين: الأول الفعاليات الشعبية التي تحاول إعادة هيبة الدولة المدنية والحفاظ عليها وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وبين الجناح الآخر الفصائل والحليف الإقليمي الذي يسعى لفرض هيمنة اللادولة أو الدولة العميقة وأذرعها على الحكومة عبر إضعافها وإيصالها إلى مرحلة انهيار الدولة. لا يعتب العراقيون على الإدارات الأمريكية لاحتضانها زعماء المعارضة العراقية السابقة الذين سلمتهم السلطة بعد 2003، وذلك لأن لها مصالحها وأهدافها الخاصة التي أرادت تحقيقها، كما أنهم لا يعتبون على الإيرانيين الذين كانوا منذ قرون عديدة يحلمون ويتآمرون من أجل احتلال العراق.
إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن عتب العراقيين على أشقائهم العرب الذين ارتكبوا بدل الخطأ الواحد 3 أخطاء بحق العراق. الخطأ الأول هو أن خلافهم مع صدام حسين في أعقاب غزوه الكويت أغمض أبصارهم ودفعهم إلى الرغبة في إسقاطه بأي سبيل وبأية صيغة، حتى لو أدى ذلك إلى دمار الوطن كله وقتل عشرات الآلاف من أبنائه وتهجير الملايين. والخطأ الثاني أنهم احتضنوا بلا حساب ولا كتاب معارضين عراقيين تأكد لهم من استضافاتهم أوائل التسعينيات في الرياض ولندن وبيروت ودمشق وعمان أن أغلبهم وليس كلهم ليسوا وطنيين ولا صادقين في معارضتهم وشرفاء ولا نبلاء. أما الخطأ الثالث فهو أنهم حتى بعد الخراب الذي أصاب شقيقهم العراق ما زالوا يتبنون ويدعمون ويمولون ويلمعون نفس الشحادين المختلسين الكذابين المزورين تجار المبادئ والشعارات. ونحن على أبواب انتخابات عراقية جديدة قد تجرى وقد تؤجل أو تلغى، ما زال أشقاؤنا العرب يجلسون على التل ويتفرجون تاركين الحل والربط للنظام الإيراني الذي حول العراق إلى قاعدة تنطلق منها شروره إلى دول الجوار. والظاهر أنهم لم يتبينوا حتى الآن ذلك الدم الجديد الذي بدأ يتدفق في الجسد العراقي منذ تشرين الأول عام 2019، والذي يتأكد يوما بعد آخر أنه يتوسع ويكاد يصبح الأقوى والأعمق والأكثر وطنية. الكاتب يدعو الدول العربية إلى التوقف عن المراهنة على خيولهم القديمة وينحازوا إلى الجماهير الشجاعة الصامدة المصرة على التغيير واستعادة الوطن من سراقه أجمعين، فالعرب حكومات وشعوبا يتحملون القسط الأكبر من هذه المسؤولية عما حدث أمس وما يحدث اليوم وما سيحدث غدا في العراق. بعد اكتمال مهزلة الانتخابات الرئاسية السورية بالإعلان عن فوز بشار الأسد فيها بنسبة 95.1%، بات السؤال يطاول مرحلة ما بعد هذا الفوز وماذا سيقدم لسوريا وللسوريين بعد كل هذا الدمار الكارثي الذي تسبب به. عمر كوش يقول في صحيفة العربية الجديد إن أبسط الإجابات تقود إلى استشراف أثر هذا الفوز على ما ستؤول إليه في مناطق سيطرة النظام والذي يشهد تدهورا متزايدا في الأوضاع الحياتية للناس. بدلا من العمل على التخفيف من ثقل معاناة السوريين في الداخل، سرع وزير المالية في حكومة النظام فور الإعلان عن فوز الأسد بانتخاباته إلى الكشف عن توجه إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بذريعة الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ما ينذر بتصاعد الضغوط الاقتصادية على غالبية السوريين من أصحاب الدخل المحدود. ويبدو أن نظام الأسد غير قادر على تقديم أي شيء يمكنه أن يحسن من أوضاع الناس الخانقة في مناطق سيطرته على المستوى المعاشي، كونه لا يملك الموارد ولا الإرادة ولا المقومات لتحقيق ذلك، فقد خسر معظم الموارد من نفط وغاز في منطقة الجزيرة السورية بعد أن سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية بحماية أمريكية، وراح يعتمد على تغريم السوريين وفرض الإتاوات والضرائب عليهم. والأهم أنه ليس من أولويات نظام الأسد تحسين أوضاع السوريين وحتى الموالين من بينهم، لذلك لم يحمل خطاب الأسد بعد الفوز بالانتخابات أي مؤشر على إمكانية تجسيده لتحسين أوضاع السوريين. ربما يراهن الأسد على تغير المواقف العربية حيال نظامه، خصوصا بعد الاتصالات والخطوات التطبيعية من بعض الأنظمة العربية، لكن الأمر قد لا يتعدى محاولات تدوير الخلافات بين أنظمة دول المنطقة. ويقول الكاتب أنه لا مؤشرات على تغير مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيال نظام الأسد ورفضها للانتخابات ونتائجها، وبالتالي لن يشكل فوز الأسد أي حافز نحو حدوث تغيرات في التعامل مع القضية السورية على مختلف المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينذر باستمرار الأوضاع المأساوية واستمرار تفاقم الكارثة التي ألمت بسوريا والسوريين. سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على حصد حركة حماس الكثيرة من التأييد الإضافي مقابل انتكاسة لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
الذي بدأ رصيده بالنزيف حتى قبل ظهور أدائه الضعيف خلال عدوان الصهيوني الأخير على القدس وقطاع غزة. استعرضت الصحيفة في تقرير لها المشهد في مخيم الأمعري في رام الله الذي كان لعقود من الزمن معقلا لفتح، لكن موقف عباس وسلطته جعلت العديد من أبنائه يعبرون عن موقف مختلف اليوم. الصحيفة تشير إلى أن قدرة تلك الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على إطلاق أكثر من 4000 صاروخ على الاحتلال أثار إعجابا متجددا في أوساط الفلسطينيين تعدى حدود قطاع غزة ليشمل الضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء. وتؤكد الصحيفة أن ذلك حدث رغم العمل الدؤوب من قبل السلطة والاحتلال والولايات المتحدة على تحجيم حضور حماس في الضفة الغربية، لتخرج أخيرا مظاهرات تلوح بالأعلام الخضراء في مشهد غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. وتقول الصحيفة إن الارتفاع في شعبية حماس يقابله تراجع حاد في حظوظ السلطة الفلسطينية التي تعرض رئيسها محمود عباس لانتقادات واسعة حتى بين زملائه من أعضاء فتح لرده الضعيف على الهجمات الإسرائيلية. واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يعقد محاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة السلطة الفلسطينية إلى المشهد بعد 4 سنوات من تجاهلها إبان سلفه دونالد ترامب، حيث زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن مقر السلطة الفلسطينية في رام الله الشهر الماضي والتزم بتعزيز سلطة عباس من خلال تقديم أموال المساعدات وإعادة فتح قنصلية في القدس بشكل كبير للتعامل مع الشؤون الفلسطينية. الصحيفة اعتبرت زيارة بلينكن إشارة تبعث على الأمل من قبل المفاوضين الفلسطينيين المحاصرين بأن إدارة بايدن تعتزم القيام بدفعة جادة من أجل إحراز تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك تستدرك الصحيفة فإن هناك شكوكا عميقة حول ما إذا كانت السلطة تستطيع تمثيل القضية الفلسطينية حقا، وما إذا كان يمكن لحركة حماس الصاعدة الاستمرار في تهميشها. خلص تقرير أمريكي رسمي عن الأجسام الطائرة المجهولة إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود كائنات فضائية، لكنه لم يوضح الظواهر الغامضة التي لاحظها طيارون عسكريون أمريكيون، بينما يخشى البنتاغون أن تكون مرتبطة بتجسس. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية اطلعوا على مضمون التقرير المقرر صدوره في نهاية الشهر الحالي قولهم إنه ما زال يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها الطيارون العسكريون الأمريكيون في السنوات الأخيرة. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مقاطع فيديو التقطها طيارون في سلاح البحرية الأمريكية العام الماضي للقاءات في أثناء تحليقهم مع أجسام فضائية مجهولة. ويعود أحد التسجيلات إلى تشرين الثاني عام 2004، ويعود المقطعان الآخران إلى كانون الثاني عام 2015. التقرير خلص أيضا الذي وضع تحت إشراف إدارة الاستخبارات العامة إلى أن الجزء الأكبر من أكثر من 120 حادثة من هذا النوع لا تتعلق بتقنيات اختبرها الجيش الأمريكي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.